أنجزت الكوادر الهندسية والفنية في إدارة تبطين القنوات باللحاف الخرساني إحدى تشكيلات الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل أعمال تبطين المرحلة الأولى من القناة الموحدة في عام 2023 ولمسافة 1 كيلومتر ضمن حدود محافظة بغداد، واستنادا إلى توجيهات معالي وزير الموارد المائية وبمتابعة مباشرة من قبل السيد مدير عام الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، تمت المباشرة بالمرحلة الثانية لأعمال التبطين لهذا العام، وتشمل الأعمال تحقيق المقطع التصميمي للقناة وحسب التصاميم الهندسية المعدة، وبعد ذلك فرش مادة اللحاف الخرساني وثم حقنه بمادة الخرسانة، ويتم تنفيذ أعمال التبطين بناء على توجهات وزارة الموارد المائية في تحسين ورفع كفاءة نقل المياه في القناة وتقليل الرشح، وبالتالي تحسين نوعية التربة للأراضي المحاذية للقناة. رئيس مهندسين أقدم محمد عبد الخالق مهدي، الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل.